حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. المصدر أونلاين: الخطر يتهدد أول ناطحة سحاب في العالم بعد انهيار جزئي في سور شبام حضرموت. الصحافة العربية تتحدث عن فبراير اليمنية: 8 سنوات من محاولات الإجهاز على المكتسبات. وفي أخبارنا المنوعة: لا قوة في الأرض تمنع رئيسا عربيا من الترشح لفترة قادمة. أهلا بكم. 8 سنوات من الصمود في وجه المؤامرات، عنوان بارز لموقع الموقع بوست، والذي نشر عددا من التقارير عن ثورة فبراير والأثر الذي أحدثته، وكيف تواصل السير وسط حقل ألغام من داخلي وخارجي. وقال الموقع إنه في ظل التجاذبات الإقليمية الحالية التي تمر بها المنطقة، يبدو مستقبل ثورة فبراير 2011 في اليمن غامضا، خاصة بعد ظهور كثير من القوى داخل البلاد واندلاع الحرب التي غيرت خارطة التحالفات. يضيف الموقع: خرج الشباب الجامعي منذ منتصف يناير بالتزامن مع الثورة التونسية، وما هي إلا أيام حتى انتقلت المظاهرات والاحتجاجات الشعبية إلى مختلف المحافظات اليمنية، ومعها بدأت التحولات داخل البلاد. وتعيش اليمن اليوم حربا شرسة أدت إلى تدخل التحالف العربي في البلاد. وفي ضوء ذلك يقول أحد الصحفيين: أعتقد أن ثورات الربيع العربي ومنها ثورة الشباب في اليمن أمام تحدي من قبل لقوى إقليمية ترى في هذا الربيع الثوري واستمرار نجاح ثوراته خطرا عليها. ويضيف أن بعض الدول نجحت في إيقاف وصول التيارات السياسية التي كان لها حضور في هذه الثورات إلى السلطة، وإعاقة وصول الآخرين بشكل جزئي، كما هو حاصل في ليبيا واليمن. احتفى شباب ثورة فبراير اليمنية بالذكرى 8 لانطلاقها في عدة مدن، فيما تجاهلت الحكومة الاحتفاء بهذه الذكرى للمرة الأولى. وعنون موقع يمن مونيتور: شباب ثورة فبراير اليمنية يحتفون بالذكرى 8 لانطلاقها والحكومة تتجاهل. وأشعل شباب الثورة في محافظات عدة شعلة الثورة، فيما قام اليمنيون خارج البلاد بإحيائها في ماليزيا وتركيا. ففي مأرب أوقد عبد الحق الشدادي نجل القائد العسكري البارز عبد الرب الشدادي الذي قتله الحوثيون، أوقد شعلة فبراير ورفع علم الجمهورية مرددا الهتافات. وتخللت الفعالية المسائية أغان ورقصات شعبية وترديد للأغاني الوطنية التي كانت تبث أثناء ثورة الشباب الشعبية في عام 2011. وفي محافظة تعز أحيا المئات من أبناء المدينة الذكرى 8 لثورة 11 من فبراير بإيقاد الشعلة، تأكيدا على استمرار النضال حتى تحقيق جميع أهداف الثورة. وردد المشاركون في الحفل شعارات وهتافات تؤكد مواصلة مشوار الثورة والانتصار لأهدافها واستعادة الدولة من الحوثيين. في محافظة الجوف كان الوجود الرسمي حاضرا أثناء إيقاد شعلة فبراير، وقال مستشار المحافظ سعيد عياش: إن الثورة لم تكن ترفا، وإن التاريخ سجل خروج أبناء الجوف سلميا، فقد ترك أبناء المحافظة سلاحهم وخرجوا في ثورة مستمرة لتحقيق أهدافها مهما كانت المؤامرات. ثورة فبراير اليمن: تاريخ ومستقبل. تحت هذا العنوان كتب السفير اليمني في لندن ياسين سعيد نعمان مقاله المنشور في بلقيس، مضيفا في أجزاء من المقال: سرعان ما غيرت ثورة فبراير 2011 معادلة الواقع باستعادة المبادرة الشعبية، وطرحت مشروع الدولة الوطنية الديمقراطية ونظامها المدني الذي يرتكز على المواطنة والقانون. لقد كان القاسم المشترك بين كل القوى السياسية والاجتماعية التي اشتركت في الثورة هو تحقيق هذا الهدف باعتباره العامل الحاسم في استعادة الإرادة الشعبية المسؤولة دون غيرها عن النهوض بهذا البلد وتحقيق استقراره وتقدمه. لقد كانت ثورة في الثورة، كما يقول المفكر الفرنسي ريجي دوبريه بكل معنى الكلمة، وستظل كذلك، خاصة وقد أثبتت الأحداث اللاحقة صحة المسارات التي انتهجتها الثورة سلميا وحققت عبر حوار وطني شامل ذلك العقد الاجتماعي الذي ارتضاه الجميع ليكون خارطة طريق لبناء تلك الدولة. الذين وقفوا خارج معادلة هذا المسار التاريخي أو انقلبوا عليه هم الذين ظلوا يقاومون
بناء الدولة لتسويق مشاريع الغلبة بالاستناد إلى خرافات لا تاريخية، سواء في صيغتها الكهنوتية أو الاجتماعية، وجميعها لم تستوعب أن لليمن مستقبلاً لا يراه سوى أولئك الذين ارتبط مصيرهم بمصيره وخرجوا من أعماقه مسلحين في مواجهة الصعاب والتحديات بحبه وبإيمان لا يزعزعه شك بأن اليمن لن يظل تاريخا فقط ولكنه مستقبل أيضا. ثورة فبراير كانت المجس الذي سبر غور المجتمع اليمني وفتش أعماقه ليكتشف العلاقة بين التاريخ والمستقبل في بلد لديه كل المقومات للنهوض، رغما عن كل الزواحف التي تسلقت أعمدة نهوضه لتعيق مسيرته. كل عام وفبراير مجيد. بعد عام كامل من الهدوء الحذر، عادت أجواء التوتر إلى مدينة عدن بين طرفي الصراع في المدينة اللذين كانا يقضيان استراحة محارب على ما يبدو خلال الفترة الماضية، ويعنون موقع المشاهد نت بوادر أزمة سياسية تفتح الباب لمواجهة عسكرية جديدة في عدن. ودارت مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية المعترف بها دوليا وقوات موالية لما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في 28 من يناير عام 2018، سقط خلالها ضحايا من الجانبين. وفي 27 من يناير العام الحالي زادت حدة التوتر بين الأطراف السياسية والإعلامية، وإن كان بطريقة أقل حدة هذه المرة، لكن التوقعات تشير إلى اندلاع مواجهات في حال ظل التوتر قائما، وعقب إفشال إقامة دورة توعوية في عدن حول مخرجات الحوار الوطني. علق الناشط في تكتل شباب الجنوب حمدي منصور بقوله: إن مجرد التفكير في الحديث عن مثل هذه الأعمال داخل عدن يعد إهانة لدماء الشهداء وتضحيات أبناء الجنوب، خاصة في الحرب الأخيرة عام 2015. الاصطفاف والموالاة بين طرفي النزاع في عدن وجد طريقه في كل معالم الحياة بالمدينة، حتى الشوارع العامة لم تخلو من الانقسامات من خلال اللوحات الإعلانية العملاقة التي تحمل تارة صورا للرئيس هادي وتارة أخرى صورا للزبيدي. إلى موقع المصدر أونلاين والذي تابع موضوعا هاما وعنون الموقع: الخطر يتهدد أول ناطحة سحاب في العالم، انهيار جزئي في سور مدينة شبام حضرموت التاريخية. وقال الموقع إن سكان مدينة شبام التاريخية بحضرموت استفاقوا قبل يومين على كارثة بحق أطول وأقدم ناطحات طينية بالعالم، حيث انهار جزء من سور المدينة المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي منذ العام 1985. خلال السنوات القليلة الماضية عانت مدينة شبام من تشققات وانهيار لأجزاء من بعض بناياتها الطينية، لتدرجها منظمة اليونسكو في العام 2015 ضمن القائمة المهددة بالخطر. قالت لجنة التراث إن إدراج مدينة شبام مع سورها على قائمة التراث المهدد بالخطر جاء نتيجة لما يحيط بها من أخطار محدقة بسبب النزاع الدائر في اليمن، مما يزيد من صعوبة المشاكل التي تواجهها قضايا الصيانة في المدينة. أعادت الحادثة إلى الواجهة التحذيرات والمناشدات التي تطلقها المنظمات المهتمة بالآثار والتراث بإنقاذ مدينة شبام الأثرية من الانهيار نتيجة الإهمال. وتعتبر مدينة شبام حضرموت الواقعة شرق اليمن وتبعد عن العاصمة صنعاء 990 كيلومتر، وعن مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت 350 كيلومتر، أقدم ناطحات سحاب طينية في العالم، إذ صمدت منذ 600 سنة في وجه ظروف الطبيعة لكنها لم تصمد جراء الإهمال. وعن ثورة فبراير وكيف تواجه تحديات تتعاظم كل يوم، كتب محمد سعيد الشرعبي مقاله الذي تنشره بلقيس، وأضاف في فقرات من المقال: تزايدت الهواجس الأمنية والسياسية الإقليمية من رياح ثورات ربيع العربي عموما وثورة فبراير على وجه الخصوص، وشكلت أحقاد زعيم النظام السابق وغباء الأحزاب وسوء إدارة الرئيس هادي لمؤسسات الدولة الظروف المثالية للنكسة الكبرى. استغل الحوثيون تلك الهواجس الإقليمية والرغبات الدولية والأوضاع المحلية الرخوة وصراعات قطبي السلطة التوافقية للانقلاب الدام على الجمهورية وإشعال حربهم التوسعية في البلاد بذريعة محاربة الإرهاب والقضاء على التطرف. وبعد قرابة نصف عام من الانقلاب تشكلت ظروف إقليمية ومحلية جديدة،
انطلقت عاصفة الحزن وبعدها الأمل، ولم تتوقف المعركة بين الشرعية والانقلاب حتى اليوم رغم مرور 4 سنوات عجاف على النكبة الكبرى. والجديد في تقلبات الحرب المستمرة التحاق أنصار الرئيس السابق وحزبه بقوى الشرعية والمناهضين للانقلاب، وهذا الأمر يترتب عليه واقع سياسي غير ثوري، وقطبي المعادلة اليمنية الآن سلطة شرعية وجماعة انقلابية وليست ثورة شبابية وثورة مضادة. يمكننا القول اليوم خرجت اليمن من مرحلة ثورية حالمة إلى وحل الموت والجوع والمرض بفعل نكبات الانقلاب والحرب، وقبلهما التوافق المائع، والمعطيات المحلية والتخندقات الإقليمية والحسابات الدولية تؤكد ذهاب البلاد نحو منزلق أسوأ مما هو الآن. المضحك المبكي، يحتفل من باع تضحيات الشباب في أسواق النخاسة السياسية بذكرى الثورة فبراير، ولهم أهدافهم الخاصة، بينها إبقاء ثورة فبراير سيفاً مسلطاً على رقاب منافسيهم في كواليس المحاصصة داخل الشرعية، وتحديداً المنشقون الجدد. بعد 8 سنوات من انطلاقها، ماذا تقول الصحافة العربية اليوم عن ثورة اليمنيين؟ نحاول الإجابة عن ذلك من خلال مطالعة صحيفة العرب الجديد، حيث عنونت الصحيفة فبراير اليمنية 8 سنوات من محاولات الإجهاض على المكتسبات. وتقول الصحيفة إنه في 11 فبراير 2011، أي يوم تنحي الرئيس المصري حسني مبارك، كانت مجموعة من الشباب اليمنيين تنظم احتجاجات أمام جامعة صنعاء تطالب بسقوط الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، وهي تأمل أن يكون مصيرها مشابها لمصير مبارك. منذ اللحظة الأولى بدأ أن الثورة اليمنية لن تكون بمنأى عن محاولات إجهاضها، وهو ما بدأ يظهر تباعا، سواء مباشرة من خلال استنفار صالح الذي لم يوفر وسيلة إلا واستخدمها لوأد الاحتجاجات بما في ذلك المجازر، أو بطرق غير مباشرة من خلال سعي الأحزاب لسرقتها، خصوصا بعد أفكار الحلول السياسية التي طرحت. استغرق الأمر أشهرا عدة قبل أن يرضخ صالح الذي تعرض لمحاولة اغتيال في يونيو 2011، ويوافق على المبادرة الخليجية لنقل السلطة إلى نائبه عبد الرب منصور هادي. وبعد أن تم التوقيع عليها في نوفمبر 2011 أجريت انتخابات أتت بهادي رئيسا توافقيا للبلاد، ولم يدم الأمر طويلا حتى تعرض المكتسب الأهم للثورة، وهو إنهاء حكم علي عبد الله صالح لمحاولة الالتفاف. ولجأ صالح إلى توظيف الحوثيين للانتقام من الثورة واليمنيين، فوضع جميع إمكاناته العسكرية بين أيديهم لاجتياح العاصمة صنعاء وباقي المحافظات اليمنية تباعا قبل أن ينقلبوا عليه وتتم تصفيته. لكن على الرغم من جميع هذه التحولات والأثمان التي دفعها اليمنيون طوال السنوات الثمان الماضية، فإنهم ما زالوا متمسكين بثورتهم التي قدمت صورة مختلفة عن المجتمع اليمني، تجاوزت تلك الصورة النمطية المقدمة عنه كمجتمع قبلي تنتشر فيه ملايين القطع من السلاح. عن رجل الثلج الفضائي والصور التي انتشرت بشأنه، كشفت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بحسب الشرق الأوسط عن تفاصيل الجسم الفضائي الذي أعلنت عن صوره في 1 يناير، والذي يشبه رجل الثلج أو ثمرة الفول السوداني. وكانت صوره قد أرسلها المسبار الفضائي التابع للوكالة الأمريكية، والذي يقع على بعد 4.1 مليار ميل من الأرض في حزام كويبر، وهو منطقة متجمدة تدور بها كويكبات صغيرة في أفلاكها حول الشمس. ويعتقد أن هذه المنطقة تخلفت عن نشأة المجموعة الشمسية قبل 4.6 مليار عام، ويعد حزام كويبر آخر منطقة مجهولة على أطراف مجموعتنا الشمسية. الوكالة أطلقت على الجسم الفضائي اسم ألتيما ثولي، والتقط المسبار صورا للجسم من خلال الكاميرا المثبتة به. القسم الكبير من الجسم يشبه إلى حد كبير فطيرة عملاقة، والأصغر يشبه الجوز المتساقط. وقال آلان ستيرن الباحث الرئيسي في المسبار إن الصور جديدة تخلق ألغازا علمية حول كيفية تشكيل مثل هذا الجسم، لم نشهد أبدا شيئا كهذا يدور حول الشمس، ولا يزال الفريق العلمي يبحث الصورة النهائية للجسم، إذ أن هناك جزءا كبيرا منه لم يكن مضاء بالشمس، مما يعني أن بعضا من شكله لا يزال تقديريا للباحثين. هل تفشل الثورة؟ تحت هذا السؤال كتب محمد دبوان المياحي مقاله الذي تنشره بلقيس مضيفا: الثورة حدث تاريخي مفتوح وشامل، والتغيير عمل ممتد واشتباك مستمر مع كل مخلفات الأنظمة. إنها ليست أزمة توتر عابرة أو استياء شعبيا مؤقتا،
بل تياراً اجتماعياً هادراً ومربكاً يغير مسار التاريخ وينحت في أعماق الوعي الجمعي للشعوب بهدوء، ثم يشتبك مع حراس الماضي حتى تستسلم وتذوب أو تذعن للثورة، فتفتح الطريق أمام حركة التاريخ وتجد أحلام الشعوب طريقها للتحقق. الثورات ليست حدثاً ناجزاً يقع فيتحقق دفعة واحدة، إنها حالة تدافع مستمر، صراع محتدم بين الماضي والحاضر. وما حدث في فبراير كان شرارته الأولى، بداية للثورة ومفتتح للمعركة بين قوى المستقبل ومخلفات زمن الجمود. وبالطبع كان يمكن للثورة أن تستكمل طريقها بمسارات مختلفة، لكن الأنظمة الهالكة اختارت إجهاض الشرارة الأولى للثورة، فأصبحت الثورة تستكمل شروطها عبر تدافعها مع قوى الثورة المضادة وكل مخلفاتهم وحلفاء الإقليم المرعوبة من الثورة أجمعين. لا يمكن القضاء على الثورة كلياً، ولا يمكن العودة لما قبل فبراير مهما كانت شراسة الثورات المضادة. هناك فرق كبير بين مرحلة ما بعد الثورة ومرحلة ما قبل الثورة. نحن الآن في مرحلة انكسار الثورة، لكننا لم نعد لمرحلة ما قبل الثورة، حيث فكرة الثورة أصبحت واقعاً لا يمكن إلغاؤه، وبهذا تلاشى الجمود التاريخي واستعاد المجتمع قدرته على فعل التغيير، وتلك مرحلة مهمة تتأسس عليها كل خطوات التغيير اللاحقة وتضمن شرط استمرارية الثورة على امتداد مراحلها المتقلبة. صحيح أنهم أغرقوا أحلامنا بالدم، لكنهم لم يتمكنوا من إعادة عجلة التاريخ لما قبل الثورة، وهذا أمر مهم. قد خرج الشباب وهدموا الجدار، ثم فتحوا نافذة للمستقبل وأعلنوا موت النظام العربي التالف إلى الأبد. كل عام وأنتم رفقاء حلم وصناع مجد إلى الأبد. يبدو أن لا قوة في الأرض يمكن أن تمنع رئيساً عربياً من مواصلة التثبت بالحكم، حتى المرض والكبر ففي السن. فالرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة البالغ من العمر 81 عاماً كما جاء بموقع عربي بوست أعلن عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة التي ستجرى في أبريل. وقال بوتفليقة في رسالته إلى الشعب الجزائري: لقد قلدتموني منذ 5 أعوام مسؤولية رئيس الجمهورية من أجل مواصلة مسار البناء الوطني، وقد كان هذا الخيار الذي عبرت عنه أغلبية واسعة يعكس دون شك تمسككم بعمل وطني مميز. وكشف في رسالته عن أولى خطواته بعد النجاح في الرئاسيات قائلا: إذا ما شرفتموني بثقتكم الغالية في أبريل المقبل فسأدعو في غضون هذه السنة كل قوى الشعب السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى عقد ندوة وطنية ستكرس تحقيق التوافق حول الإصلاحات والتحولات التي ينبغي أن تباشرها بلادنا. وكان حزب جبهة التحرير الوطنية الحاكم بالجزائر أعلن ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسميا لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل القادم. صحيفة الإكسبريس الفرنسية تحدثت أن دونالد ترامب يتمتع بصحة جيدة. وكان التقرير الطبي لدونالد ترامب البالغ من العمر 72 عاما قد أفاد وفقا لطبيب البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي لا يشرب الكحول ولا يدخن، لكنه مستهلك كبير لمشروب كوكا لايت وهاو كبير للوجبات السريعة. قال الدكتور شون كونلي يوم الجمعة بعد زيارة طبية لما يقرب من 4 ساعات: يسرني أن أعلن أن رئيس الولايات المتحدة يتمتع بصحة جيدة للغاية، وأتوقع أن يظل كذلك طوال فترة رئاسته وما بعدها. وبعد أول فحص رئاسي له منذ عام، قدم روني جاكسون الذي كان حينها طبيبا في البيت الأبيض قدم صورة لرجل يتمتع بصحة ممتازة دون أي مؤشر على ضعف الإدراك، وأكد أن قطب العقل الذي أطلق على نفسه لقب عبقرية مستقرة للغاية لديه جينات جيدة بشكل لا يصدق. أما الجانب السلبي الوحيد في وسط سلسلة من المؤشرات الجيدة، فالرئيس الأمريكي 45 يبلغ وزنه 108 كيلوغرام وطوله 190 سنتيمتر، وكان قد تلقى تعليمات لمراقبة صحته ووضع برنامج تمارين له هدفه فقدان بين 4 و7 كيلوغرامات، لكن الرئيس لم ينفذ البرنامج التدريبي. وتضيف الصحيفة: الملياردير الجمهوري ليس ملزما بالخضوع للفحص الصحي ولا الإعلان عن النتائج، لكنه أصبح تقليدا. جولتنا المصورة لهذا اليوم لأبرز صور الأسبوع من صحيفة الديلي تيليغراف سنتابعها معكم الآن. إلى الصور.
وماذا تقول لنا الريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف. نتابع. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة. إلى اللقاء.